أخبار اليوم. واصلت القوات المسلحة عملياتها الأمنية الناجحة للقضاء على الإرهاب في سيناء وعلى كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ونفذت العناصر المقاتلة من الجيش الثاني والثالث العديد من الدوريات والحملات الأمنية لمداهمة الأوكار والبؤر الإرهابية بشمال ووسط وجنوب سيناء، وتمشيط المناطق الجبلية لتعقب العناصر الإرهابية والخلايا التكفيرية وتصفيتها والقضاء عليها، بالتعاون مع وحدات من الصاعقة وعناصر من الأمن المركزي وقوات ففي شمال سيناء استمرت عناصر القوات المسلحة في إحكام سيطرتها الأمنية على مدن العريش والشيخ زويد ورفح والقرى والزراعات والمناطق الصحراوية المحيطة بها، بمشاركة عناصر من القوات الجوية لتنفيذ أعمال الاستطلاع الجوي وتأمين نطاق عمل الدوريات المقاتلة بمناطق المداهمات وضرب البؤر الإرهابية التي تتحصن بها العناصر التكفيرية المسلحة بمعاونة الطائرات الهليكوبتر. وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية تم محاصرة عدد من البؤر الإرهابية والاشتباك معها وسط تبادل مكثف لإطلاق النيران، أسفر عن قتل ثلاثة من العناصر التكفيرية شديد الخطورة والقبض على 21 آخرين من العناصر المشاركة في تنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة. وحرق وتدمير 173 عشة ووكر ومنطقة لتجمع العناصر التكفيرية، وتدمير 45 سيارة أنواع و63 دراجة نارية بدون لوحات معدنية. واكتشاف ثلاث عبوات ناسفة معدة للتفجير عن بعد تم زراعتها لاستهداف تحركات القوات. كما تم اكتشاف وتدمير 6 مخازن جبلية تحتوي على نصف طن من نبات البانجو المخدر وقطع غيار وأجهزة اتصال.
كما تمكنت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير 7 فتحات أنفاق جديدة تزامنا مع إقامة المنطقة الأمنية العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة. يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه عناصر الجيش الثالث الميداني من رصد ومداهمة أحد الأوكار الإرهابية بمنطقة القصيمة بوسط سيناء وإلقاء القبض على أحد العناصر التكفيرية الهاربة وضبط سيارة ربع نقل و3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإجرامية.